ما السبب الذي ألجأه إلى ذلك؟ السبب هو أن الأب قد أوجد حاجزا وأوجد سدا منيعا بينه وبين أبنائه وإن كانوا يعيشون في بيت واحد. فعلى كل واحد منا أن يسأل نفسه، هل ابني إذا أهمه شيء سيلجأ إلي وسيقول لي أنا مثل ما قال يوسف لأبيه، أو أنه سيبحث عن الآخرين؟ ذات مرة سمعت واحدا من الخبراء التربويين الذين دخلوا إلى السجون والتقوا بالذين أدمنوا المخدرات وتعاطوها، أو الذين باعوا تلك المخدرات، أو الذين غمسوا في الفجور، يقول جئنا لنسألهم واحدا واحدا، فوجدنا بأن من أكبر الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك هو ذلك الحاجز الذي كان بينهم وبين آبائهم. طيب، كيف أعرف بأنه ليس بيني وبين ابني حاجز؟ وكيف أعرف أنني لأبنائي مثل ما كان يعقوب ليوسف؟ عليك أن تجلس إلى نفسك في المقام الأول وتسأل نفسك، متى كانت آخر مرة جلس إلي واحد من أبنائي دون أن أسأله أنا؟ هو الذي جاءني كما جاء يوسف لأبيه وقال لي يا أبي أنا يعني أريد أن أعرض عليك الأمر الفلاني. فإذا وجدت ذلك فأحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تجد فعليك أن تعد طريقة تعاملك مع أبنائك. متى يتنكب الأبناء عن الحوار مع آبائهم؟ عندما يشعرون بأن ذلك الحوار سيكون مليئا بالصراخ وبالنقد اللاذع وربما بالشتائم، وأن ذلك الحوار سيؤدي بهم إلى أنهم لا يشعرون بلذة الحوار مع آبائهم. يقول باب أن يجيك من الريح سد واستريح، من الأفضل أنا أن ألجأ إلى غيري. وكما أن فتح باب الحوار مع الأبناء الذكور ينبغي، فكذلك مع البنات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم له من مواقف مع فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وكم له من مواقف مع حفيدات من أمثال أمام بنت أبي العاص ومع غيرها. لماذا؟ لأن ذلك الحوار هو الذي يقود إلى صلاحهم بإذن الله تعالى.